أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. أبو فعور يفتح ملف المطاحن ويحذر من ابتزاز الدولة في قطاع الحليب. أولى ثمار معمل فتوش الاعتداء على الإعلاميين. تتابعون في النشرة: فلسطين تودع وزيرها الشهيد زياد أبو عين. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجر. مساء الخير. انضمت وزارة الزراعة إلى وزارة الصحة في حملة سلامة الغذاء. أما بنك الأهداف فيشمل هذه المرة مطاحن القمح ومعامل الطحينة والحلاوة، إضافة إلى حماية الإجراءات المتخذة في حق معامل الألبان والأجبان. وفيما كان الوزيران أبو فعور وشهيب يعلنان برنامجهما الجديد، كان النائب السابق الياس سكاف يحمل شكواه ضد معمل آل فتوش في زحلي إلى وزير الصناعة، معمل لم ينتظر إنشاءه كي تظهر آثاره السلبية، بل ذهب ضحيته عضو في البلدية وإعلاميان تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين اتهمهم سكاف بالانتماء إلى ميليشيا آل فتوش. لكن زمن التعرض للإعلاميين من دون رد قد ولى، وإذا كان التعويل على القضاء لإنصاف الزميلين يمنى فواز وسعد عياد، فإن دعوى أخرى قدمت اليوم في قصر العدل من قبل الصحفي غسان سعود بحق الدكتور سمير جعجع بعدما اتهمه الأخير بتزوير وثائق. البداية من ملف سلامة الغذاء.